مرزوق شو عم تعمل؟ شغل وين هدول الجوزة؟ رفيقنا أبو فايز من بيت سحب. ممتازين تمام، بدك توصلنا إياه على 3-4 كيلو. حبيبي في مقشر، مو أحسن لك هلا ما تفضحنا قدام الجيران؟ لا خلاص مشي الحال، أنت روح نام، هذا الجوز بيساوي نفخة لأنه. مرزوق برضاي عليك، هي شغلة المرة الثانية بلاها. يعني عم قلها شو قلت لميادة، تصور شكت فيه. ميادة شاكة من قبل ما تحكي، إن شاء الله مفكر مصدقة قصة سهرتك عند الجماعة للصباح. أنو جماعة؟ خلاص حيو ما بدك تحكي بلاها. عم بتروح تكبس بالي والحاوية بعيدة. إيه فهمت عليك، لسا كل شوي بتطلع لي بحجة شكل، بدك تروح تكبس بالي. روح لا تنحرج مني. ليش لا نحرج من كبس بالي؟ يعني شو فيها إحراج؟ يعني هي ما فيها إحراج ولا شيء. خلص إذا بدك أنت روح لعن جماعتك وأنا بروح بكبس بالي مشواربي. لك حاجتك بقى مرزوق، أنو جماعة وأنو زبالة؟ شو الغاز الشغلة؟ لك حاج بقى شفيق تخبي، ما بدك تقلي لا تقلي. بس مبيني ليش ما ستنام مرتك بتروح بتكبس بالي؟ خلص مرزوق، خلص بقى شو الحكي الفاضي هاد؟ يبدو السهر وتغيير البيت وهذا الجوز أثر على عقلاتك. روح نام، روح. جوزات خارقين للعادي. مزبوط والله، ليش ما بتكب الزبالة إلا بعد ما بفوت لنام؟ مو بعد ما تفوتي تنامي، بعد ما تفوتي لغرفة النوم. سيدي بعد ما فوت على غرفة النوم. ميادة لا تصرعي لي مخي، بكب الزبالة وبرجع بخمس دقايق. إيه ما تبدي لحق روح لعند حدا فيهم؟ شو بيعرفني إنه بخمس دقايق؟ أغلب الأحيان بغفى قبل ما ترجع. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، مين هالمرة اللي بتقبل هيك علاقة؟ يعني لو متجوز أكيد بتقلي ضل عندي يوم واحد على القليلة. شو بيعرفني؟ بجوز مو متجوز. اطلع اوسو لمرزوق واخلص. خلاص نام هلأ، بكرة بيبين كل شي. تصبح على خير. اذا خليتوني صبح انتي ومرزوق. استعداد، هدوء يا شباب، هدوء 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 شوي هدوء شوي. استعداد عمو رجع شوي. شو نتفرج؟ نتفرج ورا. خمسة أربعة هدوء، ثلاثة اثنين. عمو أبو سمير، كان في حدا من عائلتك عنده ميول للرسم؟ ما كان أحد. هيك ما بيشتغل معي استاذ بالمرة. مشان الله يا جماعة، مشان الله هدوء، بس يخلص بتحكوا. هو عم يحكي ما حدا يحكي. اعطينا خمسة. سجل سعيد، حرك الشاري غوار. يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين. عمو أبو سمير، كان في حدا من عائلتك عنده ميول للرسم؟ ما كان في أحد، كلهم كانوا شقفة واحدة، إلا أنا تلك الميول كانت عندي. ما حدا غيره بكل العيلة كان فرد شقفة. طيب ممكن تحكينا شلون بدأت معك؟ كنت نايمون، ما لقيت حالي إلا أفقته وبديت أرسم، وقبلها ما كنت أرسم خطا. ستوب إذا بتريد، ممكن تخليني كمل سؤالي لما أكون عم بسألك؟ أنيسة أنا بعرف هاي الأسئلة لأن الأخ سألني إياها قبل مرة. ما اختلفنا، بس المشاهد بيعرف عن شو عم بسألك. طيب طيب انت بس خلصي اعطيني اشارة مشان افهم عليكي. لك اشارة شو؟ قلك خلصت يعني؟ لا اغمزيني بفهم. اي لا استاذ هيك ما رح يمشي الحال ابدا. اي زيدي شوي. معلش عم معلش، هدي بس تخلص الانسة خذ الاشارة منه. لانه انا اول مرة بعمل مقابلة ما بفهم بهالشغلة. بعرف بعرف. يلا اعطينا خمسة. يلا جاهزين غوار سعيد؟ اوكي. خمسة أربعة ثلاثة ولد اثنين. عمو أبو سمير، كان في حدا بعيلتك عنده ميول للرسم؟ حاضر
كلهم كانوا شقفة واحدة، لا كان عندهم ميول لا للرسم ولا لغير الرسمي. عندك اطلاع على شي تجارب لرسامين؟ يعني كان يعجبك حدا؟ وقفوا لي التصوير بالله. خير أنيسة، بدر مني شي؟ بس كون عم بحكي معك اطلع فيني مو بالمخرج. أنا ما عم بتطلع فيه محبة، عم بتطلع فيه لحتى شوفه غمز ولا ما غمز. أنت لازم يعينوك ملاك الوزارة مو نائب مدير عام. شكرا كتير سيادة الوزير. خير، فتحنا كم مشروع بفرع درعا، المدير هنيك ماله قد الحمل، فصرنا ندور على أصحاب الخبرات. الله بعتك من السماء. تعال عندي شوي. نعم سيادة الوزير. حطي اسم الأستاذ شفيق نائب مدير فرع درعا، وشيلي اسم الأستاذ هاني من القرار. حاضر أستاذ. أستاذ هاني؟ كنت رح أبعته وحطك محله، ما كنت متوقع أنك تقبل تنتقل من الشام. نحن بأمركم سيادة الوزير. بس بدك تكون طويل البال شوي، مدير فرع درعا عصبي شوي بس طيب كتير، يعني بدك تتحمله. سيادة الوزير إذا بيضربني ما بحكي شي كرمالكم. لا شو يضربك، مو ضرب، بكسر له إيده، بس هو لسانه زفر شوي، يعني إذا حكى اعمل حالك مو سمعانه، طبع مو بإيده. أهلين 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 أهلين، شلونك وفاء؟ يعني منين عم بحكي؟ من الدكان. شو عم تساوي بالدكان؟ لعمة لك أنت رحتي على الدكان أنت؟ والله هي طلعت كزدر شوي، قلت بعمل لك تفقد. شوف جميل، من هلأ بتدبر اثنين شهود يشهدوا معك وين كنت، ماشي؟ كرمال مصلحتك. ها من أولها بلش بالكذب، أنا بفرجيه. يا عطاط فلت علي على كيفكم ها بغيابي، وعنتر عم يفوت على الكراكيب عم يحكوش فيها هيك؟ ما والله ما عم يذكره شلوة دنبو، عم تروح عليها الأكلات الطيبة. ماشي يا ده، ليش لا تروح؟ اتصلي بالأول، إذا هنيك برد، إذا مو هنيك بتعرفي. أنا ما بدي أعرف إذا هنيك ولا مو هنيك، بدي أعرف مع مين هنيك. أهلين أهلين أهلين. بهالعين وين كنت؟ كنت عند مرزوق بدي شاوره بشغلة. أنا ما بيهمني وين كنت، اللي بيهمني وقت تكون بقرنة تقول الحقيقة وما تكذب، لأنه مجرد أنك كذبت هذا معناته أنك أنت عم تعمل شغلة مو منيحة. ما عم بعمل شي، كنت عم شاوره بشغلة. شغلة شو؟ بدي أسأله عن شو؟ عن شغلة. لك شو هي الشغلة؟ بدي اسأله ايمتى عرسه؟ اي والله فعلا شغلة مهمة، ان شاء الله مفكر اني صدقتك رايح تسأله مشان عرسه. انا بعرف انك عم تكذب بس رح مرق لك ياها بكافي بسيطة يا جميل. بعيد. اهلين اهلين. خلاص اما شبك. اهلين اهلين. اهلا وسهلا استاذه، الله يعافيكي مدام. لو سمحت مريت على مكتب شفيق ما لقيته، وين بقدر لاقيه؟ مزبوط مدام، ما رح تلاقيه لانه ما اجى على الدوام بنوم. يعني ما ممكن يكون هون بس بغير مكتب؟ يا مدام حتى الاستعلامات ما شافوه فات على الدائره. طيب شكرا، يعطيكم العافيه. اهلين مدام، الله يعافيك. مرحبا بابا. سرعنا، تعالوا اطلعوا باللقطة، تعالوا اطلعوا باللقطة. لك مو بس ما خلونا نطلع باللقطة، وقفونا مثل الطرش، ما خلونا نعرف نتنفس. على لا تطلع على الكاميرا، وليش طلعت على البنت وسكت الولد؟ الله يكون بعونه. شو هاد يا بسيطة.
الله بيغنيك يا عبي. طلع ماله هونيك بنوب. ايه طبعا ماله هونيك، لانه هون. شو عم يعمل هون؟ كان بالوزارة على فكرة، عم استناكي برا. وين برا؟ ما بعرف، سئنا الظن بالرجال. بين عليه مو مبسوط، كأنه صاير معه شيء. شيء طبيعي، كل ما راح لعند الوزير بياكل كم، الله أعلم شو كم اليوم. أنا رايحة أشوف. أنت هون؟ شو عم تعمل هون؟ شو بيعملوا الناس هون يعني؟ بعدين صرت خايف أقعد مع المخلوقة لحالنا، ما بعرف شو. روح. ما بعرف شو بيطلع براسي. بعدين أنا لازم شت، مو أنت. وين كنتي لهلا؟ رحت لعندك على الشغل. ها؟ مشان تتأكدي إذا اللي ببالك صحيح، مو هيك؟ إيه، حقي. اطمن، نقلوني فرد ضربي على درعا. انتقل على درعا منشان يخلاله الجو. ما قلت لش يا يما وديك لا تبنينه، فيض حبيبي الصبح النوم بعيونه. تردم 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 تردم. ما قلت لش يا يما والتس لا تبنينه، كسر خواب الدبس والنوم بعيونه. تردم ترنم ترنم ترنم. وما قلت ليش يا يما كابش لا تجنينه، من كتر صياحه يما النعجات يكرهونه. ترنم 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 ترنم. وما قلت ليش يا يما كركبي، ما قلت ليش يا يما كالب لا تجنينه، لحق حبيبي مبرحة كشر عن سنونه. ترم ترم. ما قلت لك يا يما الكالب لا تجنينه. واحد زائد واحد يساوي اثنين، سي زائد عين رقم مجهول. شو الريحه هاي؟ ما بعرف مرزوق شو عامل. شي ما بينطق. مرحبا عمو. لا اهلين عمو. الله يرضى عليك. وين ابوك؟ ليك بالمطبخ. شو عم بيساوي؟ شو بيعرفني، عم بيغني ويعوي. لا تحكي هيك على ابوك، لا تحكي هيك على ابوك. روح لنشوف. شو عم تعمل سلفي؟ قلت لحالي بعملكن ياها مفاجأة. شفيق بيحب السجقات من وقت ما كان صغير. امي الله يرحمها لما كانت تساوي لنا سجقات كان يسرق الحفتاه من تمنا. الله يعطيك العافيه، رز وفاصوليا مو احسن من هالعجقه؟ ليه ما بتحبي السجقات؟ مو قصه ما بحبها، بس الريحه بتقتل. هون شقه مو بيت عربي. ايه بعدين مفتح الشبابيك مشان تروح الريحه. انا هلا ما فتحت الشبابيك مشان ما تفوت الزلائط، بعد ما تغلي المي بفتحه. مرزوق الله يستر عليك، خلي لي شيء بالبراد بعد ما تنبيض مشان اكله. بتخاف منا ما هيك؟ مو قصه خوف، بس مشان ما تقرف مني. بدك شيء يكفي واحد ولا يكفي اثنين؟ لا يكفي ثلاثه. يكفي ليش؟ مع اولاد ولا حماتك عايشه معه؟ يا اما المياده بتوفي من زمان. لك مو مياده الثانيه. لا جنني مرزوق، الله يخليك لا جنني. شو قصته هذا؟ والله راح يمخوني. بده ما تعرف مياده وبعد ما تنام. ليش يعني الشغله كلها الأد بتخجي؟ والله ما بتخجي. جميل
لك يا ولد يا جميل بلا والله تنجرب البلاء. اهلين اهلين ابو سمير. ايش هي عنده معي المقابله؟ اقتنعت؟ شو يعني جاي تبشرني؟ لا بس انا جاي اقول لك مشان ما تقول لي افلامات وما افلامات، يعني حلك تستحي على حالك وتقتنع. ايه حاج حاج لك ابو سمير حاج. على شو مبسوط بدي اعرف؟ لانه بدك تصير مسخره على مستوى القطر يعني. روح عنا يا انت، ما بينحكى معك منو؟ طبعا ما بينحكى معي لاني ما بعرف اكذب، بدج الحقيقه دج انا. وشو هالحقيقه بقى؟ ليش رح تصير مسخره؟ راح بيقولوا العالم ليش ما قال عقله بدل ما يعمل شغله ينفع اولاده داير على الرسم. نفعت اولادي وخلصت، وكل واحد عنده بيت من احسن ما يكون، شو بدهم مني اكثر من هيك؟ مو انت اللي نفعتهم حبيبي، دخيلك جدهم اللي نفعوا. ابوك الله يرحمه كل شي عند ولادك ورتانينه عن ابوك. روح عنا يا صعيب ما بتستحي. وينك وينك؟ على شعرك انت حطيت محل هاني. انا شو قبرني واخدني لعند الوزير ما بعرف. لا بقى تروح لعند الوزير يا اخي، كل ما رحت تطلع بالعكس. يلا انا شوف تعمل ليس انت وياك ايما كتب خلياتها وامو لا تقول لا. لك شو لا تقول لا؟ يلا بسرعة مسيك من ايدي الصينية. هلا شوفوا شلون كنت تاكلوا اصابيعكم وراه الاكلة، كلياتهم ارفاع مثل الخواتي. يلا لا شوف اخي انزل لهون، يلا هات من ايدك، عود عماد عود هون لشوف. يلا لا شوف مرتخي، يلا مرتخي. ليش جبتهم لهون؟ نحن بنتغدى بلعابة بالمطبخ. وين بدنا ناكل بالمطبخ؟ ما بيوسعنا كلياتنا، هون اوسع وارحب، انزلوا لعلكون. لا نحن ما بدنا ناكل، شفيق سادة نفسه وانا ما بحب السجقات، بيوسعكم. واحد بيصح له يقعد على الارض وبيقعد بالمطبخ؟ امسك لعلك. في صحون وشوك بالمطبخ، ليش ما جبتوهن؟ لك هاي الاكله ما بتتاكل غير تمليص، ما بتتاكل بالشكاكين والسواك، انزل شفيق. كول اوعك تكون مثل ما تعمل بدك تاكل بالسكاكين والسواك من الطاقة. لا انا بدي مولش بتلك حاجة هي كمان. كول خوي افتعت امك. شفيق ما بيصير الحكي. طيب شو بدي اعمل؟ ما بعرف، شوف لك حلي معه. البيت ما بين قاعد فيه، هلا اذا اجانا ضيف نتبهدل. كل عمره اخي مرزوق مبهدل، بحياته ما رح يصير بني ادم. انا كمان جمعه زمان بطق، كل شغلة عم يعملها بتكشش البدن. طيب شو 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 بدنا نسوي؟ الله يخليني اياك، بدنا نتحمله لانه رزقتنا على ايديه. اذا رزقتنا من وراها مو ضروري يكرهنا حياتنا اي شيء بيطق. شو بدي اقول انا؟ بكره على درعة لحق مناسف. على سيرة درعة، انت طلبت ينقلوك لهونيك ولا لحالهم نقلوك؟ شو بك ميادة؟ مو امبارح اتفقنا؟ على اساس تكتب الطلب من شان يسالك الوزير وتفضح هاني، مو على اساس تنتقل. على اساس يسالني، اه ما سالني، نقلني الي وترك هاني. يا خوف قلبي تكون عم تحكي لي شكل وتحكي للوزير شكل. ميادة بتكفيني مصيبتي ها؟ وبدك تسكن هونيك ولا بدك تروح وتجي كل يوم؟ لنشوف حسب. لا مو حسب، بتروح وبتجي كل يوم. على أساس بتفرق إذا إجاك اليوم. بيضل عندك كل النهار والمسا بيجي، شو هالشغلة؟ شبك؟ شبك؟ الحمد لله. بدل ما لك قاعد هيك لا شغلة ولا عملة مثل قفة الهم، شو رأيك تجي تشتغل عندي محاسب بالمطعم؟ بتصير انت المعلم هنيك، بصيروا يقولوا لك ابو جمال جبري. بركي اخواتك اخواتك ما وافقوا يعني ما وافقوا. لك شو يوافقوا ما يوافقوا؟ البيت بيتي والمطعم مطعمي وانا الامر والناهي هني. ايه احسن لك احسن لك، بتتسلى احسن مو قاعد عم تزاحم فيها طول الليل ونهار. حنان تعي شوفي ابن عمك. بلاها خلص بلاها لا تندهلا، انا بدي اروح جيب البضاعة. ضاعة؟ ضاعت ايش؟ خلص بدي غيرها هي شغلة الفيجي، هم وغم وعلى مع العالم وبدونات وهذا حاسب وهذا ما حاسب وبلبلة وجاجة وتوسيخ قواعي ونتع لفوق.
بدي اقلب على الغاز. ايه وبدي خلي نفس الطويطة. غاز غاز. ايه معلش. يا ضرسان يا مرزوق على الطبخ. ام شو بتقرف ما بعرف. طول عمره بينام بالنهار، شو صاير له اليوم؟ شفيق؟ شو كنت عم تاكل؟ حبتين زيتون هيك بس تسكيتة معدة يعني. مو جاييني نوم، طلع افتل ابرة الدش، خلينا نشوف لنا شي شغلة. يلا. ماشي. خد معك المفاتيح مشان ما تعصف فوق. يلا. حاضر. حل عني بقى دبي. عمرو هذا مرزوق فتح لنا جروحاتنا. هلا بيرجع مثل الطير الطاير، بيفتل الابره وبيجي. لك ايه ايه بتطلع 7 الصبح عن ارضيه وعن فضائيه. ايه 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 خلي كل الاهل يتفرجوا وخليهم كلهم يتفرجوا ويرفعوا راسهم. ايه مع السلامه مع السلامه. مين في لسه ما اتصلنا فيه؟ مين؟ ابن اختك بامريكا. اي والله ابن اختي بامريكا. ايوه وين رقم هذا؟ لك وينك عم بفزع معك، فاتورته غاليه كثير ما بنقدر عليها. شو غالية ما غالية؟ انت ما بتعرفي المغترب وقت بيشوف واحد من اهله على التلفزيون قديش بتروحها. خليه يسجلها على الفيديو ويأرجيها لرفقاته الامريكان ويتمنفخ فيني. خدي امسكي هذا الرقم طويل نقليني اياه. وبعرف برا كانوا اهلي عطوني لدكتور ما عطوني لك. لو عطوكي لدكتور كان دقك ابرة بنج خلاكي نايم من هلا، بس وافقوا علي لانه بالي طبيب. كأنه قوي عصك بعد هالمقابلة. ما طبعا بدي اوعى عصي لك لانه خلصت من الشم تانين وعلى راسهم انت وجميل. قبل ما يعملوا المقابله كنت انا وجميل الشم تاني، بعد ما تطلع راح يشمتوا الكل. ما هو الخطا الشخصي ابدا. شبرزو طبعا خطا. قوم شوف شو بده. دعوه للمتابعة للجمهور الاردني للمباريات الفرق السنه القادمه وانا بحدد كمان عن المباراه المنتخب الاردني. محاولة تصيبة ثلاثية لم ناجح للمنتخب الأردني لا شافيني. لك شو بقى طوّف مالك شوي لميت على الجيران. شو بك مرزوق؟ ساعة لحتى ترد على الواحد ساعدني بحمل البراد لفوق، ما بقدر بحمله لحالي. مشان شو البراد؟ خيو بلا مستحى منك يعني كتر خيرك، متحملني أنا وابني ما بدنا ننتقل عليك بالمصروف. لهلك مرزوق عيب عليك الحكي، عنا 3 برادات بالبيت. وشو علي يا أخي خليهم يصيروا 4 برادات إذا الشرع سامح. الشرع سمح بالنسوان مو بالبرادات. إيه نفس الشي كلهم ببردوا. مرزوق خلص عيب عليك رجع البراد رجعوا. معليش أخي مشان لا تزعل مني ولا أزعل منك، مصروف الأكل مو قليل.
أخي إذا هيك جيب الأكلات وحطهم برداتنا. معلش أخي أنا كنت هيك ناوي، بس مرتك بتقرب حقها، حقها الطبيب. تعال يلا ساعدني بالبراد. لك أخي إذا جبنا على التالي مو أحسن؟ ليش شبنا نحنا؟ الخمسمية اللي بدو ياخدوهن على التالي بينغصوك يعني؟ يلا تعال لشوفهم سيد، نهضوا معي لقلك. لحظة يلا حط ظهرك. والله خايف يحرك الجسم معي. حط ظهرك أنا بعينك من ورا. يلا دير بالك. ها لحظة هيك طبعا. روح الله حييك هرقي روح. لك لحظة يلا روح قول الله أنا ماسك لك. يلا دير بالك على أناني. غاز ما يخرجنا بالمصروف. ايه جاي مبرد. مش عشو مبرد وهدول الثلاثة شو بنسوي فيهم؟ ايش بعرفني. طول بالك هذا اخوك مو معقول، عن جد مو معقول. يا الله شو بدك تقوم؟ بدك تشوفه؟ انت مش لازم تنزل وانت بهالحالة. على مين؟ ولا مالك شفيق؟ اوف فضحني. الله يفضحه. على مهلك شفيقة. شوي على الدرج. دير بالك. للجنان وحدة بوحدة. اخ لك يلا لك ابو راس كبير. اخ يا ظهري. يلا بقى. لك قلت لك بدي يحرك معي الدسك، يمكن حرك. ها لك يا اخي يا شفيق، طالما حرك وحرك اتركه عم يحرك. شو المعنى؟ المعنى تعال اقول لك، هات كتفك لعينك. تعال اقول لك، حمل انت هاي القنينه، وقف شوي. ايه وهي القنينه كمان. ايه؟ وانا راح الحقك بقنينه. دير بالك كسلت. روح قول الله. روح هاي دفشه. الله يستفل فيك يا برضو. روح نادي وزمر. يا ربي دخيلك، الله يمضي الليلة على خير. حاجة تفعل عدين بي بالزعلة. بو بيدي يا مرسي. يا الله قول الله. وصلنا ليخنا.
خلنا يا رب. ساعديه ساعديه عيني عيني يا جوزي. لا 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 انت ويا عدو بينفجروا مالي علينا. هلا 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 ما هلكم هلا ما هلكم. شفيق وينك؟ فوت الاناني لجوا والحقني مشان طالع البايا غايا ميادة. فوتي البراد انت. مرزوق لا تاخذني، انا فلجت ما بدي انزل لتحت بقى وطالع اي شيء. لك يا اخي انتو هالمثقفين نعنع صايرين ما بتتأوغي على الورقه والقلم. خذ محاي ولا شو كل هالاناني؟ في ازمه غاز بالبلد شيء؟ لا ما في ازمه، بس انا قلبت مصلحتي الفيجه لغاز ما عم توفي معي. وليش جايبينهم كلهم لهون؟ لك عم بدك اياهم ينصبوا تحت؟ مو تحت، عندك بالبيت. عندي بالبيت بدهم يساووا تصليحات، ويمكن ننقل الاغراض لعند ابو سمير كلياتهم لبين ما تنحل الشغله، وبجوز جيبهم لهون ما بعرف اشوف شو بيريحني واتصرف. قبل لا توصل صدرك احسها بصدري. يا حبيبي اكتب على نينة. شفيق شفيق ترجع 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 على نفسي. لا 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 ظهرك وجعك. لا شوي شوي ظهري انبرى. بدي فوت ارتاح. خليني يلا شو على مهلا. الله يفضحك مثل ما عم تفضحني يا اخي. ما راح يفرق. الله يفضحك. الله يفضحك يا اخي يا مرزوق. هي مو خبريه بنوب، نحن كنا بانين آمال على أساس أنه كل شيء جاهز. ما حدا فرقانة معه لا المسرح ولا الثقافة، هلأ صار المطعم أهم من المسرح. يا أربح لهم المطعم. وإذا أربح لهم هذا تراث معماري لازم نستفيد منه بشي شغلة مفيدة، مو ننزعه بمطعم. الصبح كان كأنه مثل موافق، شو اللي صار له؟ أخي شفيق أثر عليه، شفيق الكبير وهو صاحب الفكرة كمان. طب ليش ما منحاول نقنعه؟ بلكي بيجي لصفنا. شلو؟ عزمه بكرة على الغداء منأثر عليه ونحن كمان منجي. ما لازم البيت يروح من إيدينا يا جماعة. خلاص بكرة بعزمه. شو أكتر أكلة بيحبها؟ يعني شوية حفاتي على سجقات على مقادم على روس على لسانات عن خاعات. خلاص خلاص قلنا لك أكلة. هدول كلهم أكلة. شو بكي أنت؟ بالله هذا مرزوق. الله عليك يا أم كلثوم. عليه معلي خير؟ متقاتل انت وحدها؟ او صاحب الاوتيل هلا كل ما اجينا على طرطوس تتخانق انت وصاحب الاوتيل. نام بغير اوتيل. شو دخلك انت بعدين؟ اتخانق انا وصاحب الاوتيل ولا ما اتخانق انا وياه؟ زيد عمل لي كاسه شاي. كاسة الشاي على الجوع مثل الفرام على الكوع. بأمرك معلي. شفيق قوم. لك ليش انا نايم؟ اختلقت من ريحه الغاز. شو بدي اسوي؟ قوم احكي معه خلي لاقي له حله. مستحيل هيك. الله يفضحك يا مرزوق. مرزوق يا مرزوق. لك يا مرزوق. شو بدك؟ حدا بيدق على حدا بالصاص اللي يعني شو هالازعاج هاد؟ قتلتنا ريحة الغاز، شو بدنا نعمل؟ معلي شي اولا بتتضايق،
بعدين بتتعود، ما بتعود بتحسن تنام بلا ريحة غاز بتقدمين. يعني لو لقيت لك شغلة تانية غير الغاز ما كان أحسن؟ والله ما عم يرضوا يشغلوني وزير، شو أعمل يعني؟ مرزوق ما تتمسخر كل ما حكيت معك، فهمت ولا لا؟ لك أنت اسأل أسئلة مثل العالم والناس، شو هالأسئلة هاي؟ شو مفكرني مثل حياتك مخلص هندسي؟ الله يفضحك يا مرزوق. سمعتك. جميل قوم يا جميل، خلصني بقى جميل، قوم صلي ساعة مفيقك جميل. يلا جميل. شو بديك؟ قوم اعمل قهوة. قوم اعمل قهوة انتي لحالك. قوم اعمل قهوة جميل. وفاء يا عيوني انتي، انتي شو فيقك بكير؟ يعني ما في وراكي شغل؟ نامي شبعي نوم. في احلى من فئه الصبح مشان المزاج والصحه؟ انت حتقولي لا والله ما في احلى من فئه الصبح، معناتها فزي من فرشتك. قوم اعملي فنجان قهوه لحالك مو احسن ما تزعجيني؟ شايفه كانه مو عاجبك. لا يا ستي مو عاجبني، مو عاجبني، انا جوزك مالي خدام عند اللي نف... ما بدي اعمل لك قهوه، ما بدي اعمل لك قهوه. شو يا صاير عم يعلى صوتك علي؟ بس بدك مصاري ما بتزعل ولا بتتضايق، بس بطلب منك طلب هالقد بتصير جوزي. ايه طبعا جوزك، طبعا جوزك، وانا عم باخذ مصاري منك لانه حقي. بالله شوفوا، لا عم بعطيك زياده لانك جوزي، واحد تاني بشغله عندي بنص اجرتك، بدل ما تستكتر خيري عم ترد بوشي. يا ستي ما بدي منك شي ولا بدي هالشغل. لعمة إذا كل فرنك ب 12 منية مثل ما بدك، بشغل واحد تاني عندي. لا 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 حبيبتي، تشغلي حدا تاني؟ شو مفكرتيني؟ خلاص بعمل لك قهوة، بس تاني مرة بدون صراخ وأوامر بعمل لك قهوة. قهوة أنا ما صيحت وتأمرت إلا بعد ما أنت تنمردت. أول شي فيقتك بكل احترام. أيوة ايه بكل احترام بعمل لك فنجانين قهوه. عافي احلى من الاحترام. ليه اجتني هذا مصيبه؟ انا راح اعمل لك قهوه باحترام. أدخلت صورة اليعسوب في حاسوب خاص أنتج لهذا الهدف. طول بالك، مو ضروري تكون مهبل. آلاف الرسوم التي تمثل مناورات. معقول أول فقرة ولا ثاني فقرة؟ بس بقيان بدنا نشر الأخبار خمس دقائق. بيجوز بس خمس دقائق. التقنية الموجودة في اليعسوب. شو بتكفي الخمس دقائق لتكفي؟ ضلوا يحكوا معي ساعتين وأنا جاوبهم. مشاهدين، في كثير من الأحيان يعيش بيننا أشخاص نعتقد بأنهم عاديون، ولكنهم لا يكونون كذلك. أشخاص ميزهم الله بموهبة لا توجد إلا عند القليل من البشر، واليوم نتعرف على واحد من هؤلاء الأشخاص عبر هذا المحتاج. كل شيء عم تحكي المذيعة راكب علي. أعزائي المشاهدين، نتعرف اليوم على السيدة رجاء أو أم كما يسميها أهل الحي، والتي منحها الله موهبة غزل وحياكة الصوف. لك على هالحكي، لك على هالحكي، هلا الحياكة صارت موهبة؟ ما في مرة ما بتعرف تحكي. شو معنى هي ام بطيخ بتطلع بالتلفزيون؟ هلا كل ما بتنطبس بتروح تحرد لي على الشجره. روح جيب لي فاصوليا، روح، وقت الغدا بصير بتنق. ما بدي اجيب، انت مو هامه غير الفاصوليا. كم كيلو بدي؟ انزل وصلنا. ما بخليني غيب اليوم على المدرسه. لا بابا انزل انزل مشان تلحق دروسك. بس اليوم مالي نفس للمدرسة. انزل ولا قال مالي نفس؟ قال من غير شيء انت حمار، مالك عم تعرف تحل وظايفك. انزل اشوفك. خاطرة بس تخلص مدرستك بتروح على بيت عمك شفيق، صرت تعرف الطريق ما هي؟ صرت اعرفه. يلا روح درمي. شو منظرك يا ابو سمير من التلفزيون؟
اللعبة فعلا ما عاد تستحيل، شي بياخذ العقل يا رجل. جميل بلا مسخرة. شو هالمذيعة هي؟ كانت رح تاكلك بعيونها، مو ناقص غير طعطك. تقول طابصة فيك طبصة غير شكل يا رجل. وينها؟ قرب لقلها. بخي ايدي على راسك، ما اخذتوا مواعيد من بعض بعد المقابلة؟ جميل بلا مسخرة. لك لا تخاف، شبكك خروق انت، ما بقلها لأم سمير. اعطيني الفاصولية وخليني امشي. وينك بصراحة؟ انا محلك بطر اجوازي على السريع وما بسأل على حدا منوب. كل رجال الحارة والعوائل المحترمة اللي بالحارة وقت حضروا المقابلة هي ومقطوعة الكهرباء قالوا انها طابصة فيك. وينك وينك لا تزعل. اذا بدك عرفني عليها، انا مستعد اتجوزها من دون اي شروط. ها سألتها ما بتربي قرود؟ معها حق، فعلا معها حق، ما تربي قرود. شو بدها تستفاد من القرود؟ الحميرة أريح وأربح. ما حرد عليك، أعطيني الفاصولية وخليني أمشي. شو بدها؟ فاصولية. فاصولية؟ خالصة الفاصولية، شعير بيمشي الحال. الواطي واطي، ما في فايدة. وينك وينك ابو سمير؟ بدي كسر راسه لهالكلب. لك من جيل ابوه انا، لسع كل ما شافني بتسلى فيني. لا جميل انت واحد واطي. جميل بدك يا جميل. بعد هالعريس الله لا يوريكي، ما عاد طقت الرجال. طولي بالك، مو كل الرجال مثل بعض. كلياتهم مثل بعضهم. اذا الوحده حلوه بياخدوها مشان حالاتها، واذا الوحده معها مصاري بياخدوها مشان مصاريها، واذا لا حلوه ولا معها مصاري بيحتقروها وبيهمشوها بالحياه. شو بدنا نعمل؟ الرجال ضروره للمراه، قد ما كان معاجبنا مضطرين للرجال. بالله، والمرأة كمان ضرورة للرجال، نفس الشيء. معناها لازم نتحمل، شو بدنا نعمل؟ المرأة إذا مو حلوة وما معها مصاري لازم تتحمل، بس إذا معها مصاري ليش لحتى تتحمل؟ بتشتري كل يوم رجال واللي مو عاجبه يبلط البحر. خلصنا بقى، خلصنا. حلو يفهم أنا ما بدي إياه. ما بيصير لك بنتي، ما بيصير. أنت حلاله حلا بيته، ما لي فايدة. خليه طول، ندور له على العروس تانية، لأنه أنا ما بديها ما يضيع وقته على الفاضي. لك بنتي على قليلة يطلعي عدي معه، مو حلوة. الزلمة زادت حاله على كذا. يعني زاد حاله؟ ما حدا قايل له زاد حاله. بعد السيارة ولا أنت وياه؟ مع مين عم تحكي؟ مع مين عم تحكي؟ أنا سيارة. السيارة اللي برا. بعد عنا ولا؟ شو عرفك انه في ولاد برا؟ شو عرفك؟ معلش عمي استحياطا هيك. بعد عنا. بعد عن السيارة يا بعي. عندك شيء اتاحات عبي لك يا هون عمي؟ لا ما عندي ما عندي. بعد عن السيارة ولا؟ دقرت الباب، مو رضيانة تطلع. خليكن يا تطلع يا ريت. تعي عدي هون، بعدو هيك، بعدو لي هيك. هلا بتطلع وبركي ضلت معندة. منعطيها قشة كبريتي. لا عمي لا، شو الحكي هاد؟ شو الحكي؟ لك عم بمزح معكن، عم بمزح. لك شو هالصوت عمي؟ لك شو هذا؟ شو هالعياط؟ شو صاير؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا محمد يا محمد. حريقة حريقة. قوام عمي قوام. ايه قوام على روح على بيت عمو هدى. دلع على صعية. قوام قوام.